حياكم الله إلى موقع مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. دعا أعضاء في لجنة النزاهة النيابية إلى تطهير هيئة الاستثمار من العناصر الفاسدة التي تمارس دورا تخريبيا. ونقلت وسائل إعلام عن أعضاء في اللجنة قولهم إن في الهيئة أشخاصا متنفذين لديهم علاقات مع الحكومة السابقة يحاولون إعاقة الاستثمار بعدة أساليب مبتكرة، فضلا عن وجود جهات معروفة لديها استثمارات في هيئة بغداد تحاول احتكار كل الاستثمارات لنفسها من خلال الاستقواء على باقي المستثمرين، وهذا يجري بدعم من الفاسدين في الهيئة. وأكد خبراء اقتصاديون أن انخفاض الدينار سيولد غضبا عارما في الشارع العراقي. وقال الخبراء إن انخفاض سعر الدينار في الأسابيع الأخيرة دفع إلى زيادة بنحو 11% في الأسعار بالمتوسط داخل الأسواق العراقية. الخبراء الاقتصاديون أضافوا أن تهريب الدولار عبر الأحزاب والميليشيات إلى إيران فضلاً عن ضغط الخزانة الأمريكية على البنك المركزي يشكلان ضغطين قويين على الاقتصاد العراقي. كشفت إحصائيات الجمارك الصينية أن النفط العراقي يشكل نحو 8% من مجمل استيرادات المصافي الصينية المستقلة خلال عام 2022. قالت الإدارة إن الصادرات العراقية النفطية إلى المصافي الصينية المستقلة ارتفعت بنسبة 45% لتصل إلى 92,987,000 برميل مقارنة بعام 2021، حيث بلغت الصادرات فيه نحو 64 مليون برميل. وجاء العراق بالمرتبة الخامسة في صادرات النفط للمصافي الصينية المستقلة خلال عام 2022 بعد ماليزيا وروسيا والسعودية والإمارات. كشف تقرير جديد لمنظمة أوكسفام أن الأثرياء زاد تفوقهم في الاستيلاء غير العادي على نصف الثروة الجديدة بالكامل في العقد الماضي. ووفقا للتقرير تزايدت ثروات المليارديرات بمقدار 2.7 مليار دولار يوميا حتى مع وجود ما لا يقل عن 1,700,000,000 عامل يعيشون الآن في بلدان يتجاوز فيها التضخم الأجور. وكشف تقرير جديد للمنظمة أن 1% من البشر حصلوا على نحو 1/3 إجمالي الثروة الجديدة التي تبلغ قيمتها 42 تريليون دولار منذ عام 2020. يلتقي قادة العالم وممثلو الحكومات والنخب الاقتصادية في مؤتمر دافوس 2023 في واحدة من أهم وأصعب اللقاءات وسط أزمة مزدوجة ضربت الاقتصاد العالمي. وتعتبر جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا من أسوأ الأزمات التي ضربت الاقتصاد العالمي، حيث تسببت الجائحة والحرب بتزايد الشقاقات الجيوسياسية. ورأى مؤسس المنتدى كلاوس شفاب أن أحد الأسباب الرئيسة لهذه الشرذمة هو النقص في التعاون، ما يؤدي إلى اعتماد سياسات قصيرة الأمد وأنانية على حد تعبيره، مندداً بما اعتبره حلقة مفرغة. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
الموجز الاقتصادي بأمان الله.